من جديد مواصلين معاكم في الرادار وفي الشارع التونسي حتى للحداش باش نحكيو على الزقوقو على المولد اللي هل بدات الاستعدادات متاعه ولا لا. تقريبا الكميات باش تكون كيما عم ناول ولا اقل ولا في نفس المستوى ولا ربما تكون اكثر. هذا الكل معنا سي طارق المخزومي مكلف بالموارد الطبيعيه والتنميه المستدامه وعضو مكتب تنفيذي اتحاد الفلاحه والصيد البحري. اهلا وسهلا ومرحبا بك سي طارق. مرحبا بك، تحية ليك وتحية كل مستمعي إكسبريس أفير فريق الفلاحين. مشكور جدا على التدخل معنا سي طارق. سي طارق اليوم فما هكا بعض التساؤلات، نعرفوا اللي توا الوقيت نتاع العوده المدرسيه، لكن فما شكون زاد يقول لك ما بين المناسبات اللي مازالت لنا عندنا العوده وعندنا زاد المولد النبوي الشريف. اليوم الكميات نتاع ماده زقوقو متوفره بالقدر الكافي يعني مقارنه بعم ناول؟ والله بالنسبه لماده زقوق السنه هذه هي راهي اللي باش نستهلكوه السنه راهو انتاج السنه الماضيه. انتاج السنه الماضيه لانه عمليه الجني والتجميع تبدا من ديسمبر حتى شهر مارس. في السنه الفارطه ونظرا لحاله الجفاف المتواصله منذ 5 سنوات والتغيرات المناخيه من المتضرر ان تكون معناها الكميات انقص من السنوات الفارطه. كميات الزقوق باش تكون اقل من عام ناول. هي شجره الصنوبر الحلبي هي شان ازمات كما اي نبته اخرى ولا كما اي شجره اخرى. تتاثر بالتغيرات المناخيه. بالعوامل تتاثر بحاله الجفاف وبالتالي تكون الصبه ناقصه على مستوى الانتاج الشجره اللي هو متمثله في المخروط الكرد لكن ما يعبر عليه شعبيا بالكرد. وبالتالي كمية الزقوق باش تكون انقص شوي، هذا اللي خلى السنة انه الثمن تكون مرتفعة شوي على السنة الماضية. ناهيك وانه تو كيلوغرام في من بالجملة من 43 دينار حتى ال 45 وبالتفصيل ب 50 دينار. الاسعار نعاودوها سي طارق، الاسعار قد ايه باش تكون السنة؟ بالجملة ما بين 43 و 45. 43 دينار و 45 دينار نحكيو بالجملة. معناها بالجملة معناتها كي باش يوصل بالتفصيل للمواطن التونسي قد ايه ممكن يكون؟ والله حاليا انا في منطقة، انا رئيس اتحاد محلي في مكسر، انا في منطقة مشهورة بالانتاج مادة الزقوق هذه وموجود تو معناها يبيع ب 50 دينار. 50 دينار؟ 50 دينار. 50 دينار معناتها ماهوش في متناول معناتها التوانسه الكل، على الرغم معناها سي طارق انه كي قمنا بصبر اراء على صفحه فيسبوك اكسبريس اف ام قلنا هل انه التوانسه باش يعملوا عصيده زقوق والا لا. سنه 53% جاوبوا نعم و 47% جاوبوا لا، معناتها فما رغبه من التوانسه انهم اكل العادات والاحتفالات ماذا بهم ديما رمز للفرحه للمه، لكن كي نحكيوا على 50 دينار الكيلو يولي ماهوش في المتناول. هو 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 راهو ال 50 دينار الكيلو، اما كي نعملوا مقارنه اخرى راهم زوج افراد في النهار، مثلا راجل وزوجته النهار يلموا 50 كيلو من مخاريط الصنوبر الحربي الكلب. ال 50 كيلو نحي واحد بعد معنا عمليه التصفيه وعمل وضعنا في الفرن الى اخره، نحي 1 كيلو جرام. بما معناه؟ بما معناها الشخص الواحد يكون دخله في يوميا 25 دينار. نحكيو على العباد اللي معناتها قاعده كما نقولوا تتحصل على الزقوق وقاعده اللي تخدم في الخدمه هذه وتجمع وتجني وتصفي وتحط في الفرن وتجيبه منتوج حاضر. معناها اذا كان زوز افراد معناها يصوروا 50 دينار في اليوم معناها منخفضه جدا. معناها الكلفة كيف تشوفي الكلفة والمسوار وكله وسعر البيع ما نستغربوش، ما نستغربوش انه ب 50 دينار. معناها سي طارق معناتها اللي الناس اللي تسمع فينا تقول لك 50 راهو انت تحكينا على 50 دينار من منبع من البلاصه نتاع كما نقولوا نحن منبع البلاصه نتاع الزقوقو، معناتها نحكيو على مكثر ولايه سيانه، فما بالك في العاصمه معناها. صحيح ربما يكون اكثر، هي المده مازالت بعيده شوي. الزقوقو راهو كيما العمله الصعبه معناها قابل للزياده كيما قابل للنقصان. واضح معناتها نجم يكون على قد ما تقرب المده على قد ما يتوضح السوم اكثر.
يتوضح السوم حسب رايك يمشي للنقصان؟ فما امكانيه؟ ربما انت وظروف، انت وظروف العرض والطلب، انت ومعناتها ظروف العرض والطلب. واضح سي طارق المخزومي، حبينا ناخذ معك فكره اوليه على المنتوج اللي قال لنا نقص نظرا للعوامل المناخيه والاسعار اللي حتى لتوا حكينا في سليانة قاعد يتداول ب 50 دينار الكيلو. مشكور جدا على التدخل معنا، ان شاء الله عرض وطلب يتيح انه الاسهم هذه تتراجع، لانه 50 دينار مش في متناول المواطن التونسي باش ياخذ عصيده الزقوقو. احنا مازلنا في متابعه باش نشوفوا اسعار الفاكهه، باش نشوفوا الاقبال. هذا الكل ديما تلقاوه في شارع تونسي، نقول لكم ديما تابعوه من الاثنين حتى الجمعه من 10 ل 11. هكا نكون وصلنا لنهايه برنامجكم شارع تونسي. تحيه كبيره لسيني في الاخراج، محمد في الاخراج الرقمي. ما بقى لي كمش نقول لكم لبنى بدا في لمان، وباي باي.